بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذه الحمله التي يقيمها المركب التربوي الثقافي ايامي مرتيل من اجل التبرع بالدم جاءت ضمن الانشطه الاجتماعيه التي يقيمها المركب من اجل كذلك التفاعل مع الواقع الصحي لبلادنا، خاصة أننا نعرف أننا خصاصا في مادة الدم اللي هي حياة، وبالتالي فكما يقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من هذا المنطلق هذا يقيم مركب التربوي الثقافي أي هذه الحملة، وستتلو إن شاء الله حملات أخرى في هذا المجال هذا، وهي كانت حملة حملة ناجحة الحمد لله، استجاب لها يعني المكونات المركب من اطر عامله سواء في قطاع الخدمات ولا الاداره ولا الاطر التربويه للمدرسين حتى يعني التلاميذ تهما اللي عنده السن يعني اللي كيسمح له باش يتبرع بالدم راه تبرعوا، والاباء كذلك. وانا في هذا الاطار هذا وبهذه المناسبه كنشكر الجميع الذين استجابوا لهذه الدعوه التي دعا اليها المركب آية، وكنتمنى ان شاء الله هذا العمل هذا يكون ان شاء الله يحظى بالقبول عند الله عز وجل، ان احنا هذا الشيء هذا كله من اجل ان نفوز بالاجر من الله تعالى، وكذلك من اجل ان نشجع التلاميذ على هذا العمل هذا عمل الخير، لانه يبقى في الذاكره ديالهم، وهذه تربيه من اجل ان يكون هذا النشأ هذا متعاطفا مع اخوانه، وهذه من باب المواطنه، ان الانسان خصو دائما يكون يعني سباقا الى الخير، سباقا الى انقاذ الارواح، ويعني بكل ما اوتي من قوه وحسب الدم ديالو.